هذا هو المركز اللي دشن سيدنا محمد السادس نصره الله واللي كيهتم بتكوين وتأهيل المرأة مرتين، وعندنا عدة شعاب واللي هي فيها شواهد دبلومات من التكوين المهني ومن التعاون الوطني، وعندنا الجديد إن شاء الله واجي نشوفوا الورشات اللي عندنا. يعتبر مركز تأهيل وتكوين المرأة بمرتيل من بين أهم المراكز على الصعيد الوطني من حيث تكوين وتأهيل المرأة لسوق الشغل. احنا هنا يا كنقراو لاباتيسخي، يعني عندنا ما شاء الله أجهزة، ما شاء الله يعني المكان مجهز بأجهزة حديثة، كل شيء الحمد لله متوفر، وحتى أستاذ ما شاء الله يعني في المستوى. فمنذ تدشينه من طرف الملك محمد السادس نصره الله، تحرص إدارة المركز على تكوين المرأة في عدة مجالات: الطبخ والحلويات، الطرز والخياطة، الحلاقة والتجميل، الإعلاميات، الأعمال اليدوية وغيرها. جينا الحمد لله عجبنا الحال، أستاذة ما شاء الله عليها الله يعطيها صحتها قايمة بالواجب، والصديقة ديالي أنا وياها فرحانين بزاف. زعما اللي بغى يتعلم وعنده الرغبة، ماشي كيسيون أنه كبير ولا صغير، اللي عنده الرغبة في شي حاجة كيعملها واخا يكون السن ديالو كبير أو صغير أو كيف ما كان الحال. وصراحة لقيت هاد الأستاذة كتقرينا كنستافدوا منها في بزاف ديال الحاجات، وصراحة كنتمنى أي مرأة تجي لهنايا. أنا فرحانة بزاف اللي احتاجت نتعلم هنايا وأسست في المستوى، ما كرهتش مني نتخرج نعمل لا مارك ديالي. المركز اللي كتسيروا هي جمعيه حبابي للمراه والطفل مرتين، كاين تبارك الله من اللي بدانا هنا من 2008 الى يومنا هذا، عده فتيات ونساء اللي تكونوا هنايا وتخرجوا، عندهم دابا مشاريع ديالهم وعندهم ورشات ديالهم وعندهم واحد دخل اللي تبارك الله كيشرف المراه وكتعاون به وليداتها. ويتم منح المتخرجات من المركز دبلومات معترف بها من طرف الدوله، والتي تؤهلهن لولوج سوق الشغل او فتح مشاريع خاصه بهن. لافان ديال الفورماسيون الحمد لله الناس كيمشيو، كاين اللي كيفتح محل ديالو وكاين اللي كيمشي كيدخل في زونتربريز. حنا لان اصلا لا فورماسيون ديالنا ديستيني بور لي زونتربريز، الناس بدا كيوعاو بالاهميه ديال هاد الشعبه هادي اللي معروفه للشعبه ديال التكستيل، النسيج والملابس جاهزه يعني قطاع مهم. فهذه مناسبه مزيانه بالنسبه لكم لانكم تطوروا من راسكم وتسهلوا عليكم الاندماج في المجتمع المغربي وفي الاقتصاد ديالو، فمرحبا بكم. هذا المركز هذا فيه تبارك الله جميع الظروف وملائمه، وبالنسبه للماتيريال كيتوفر على جميع الورشات اللي فيها الماتيريال ديالها وتكون في احسن تكوين. بالاضافه الى التكوينات، يتوفر المركز على حضانه للاطفال مجهزه باحدث الوسائل البيداغوجيه، والتي تحتوي على فضاء كبير خاص بالألعاب ولممارسة الأنشطة الترفيهية. نخبركم بأن أبواب التسجيل لا زال مفتوحاً، فأهلاً وسهلاً بكم في مركز تكوين وتأهيل المرأة، معاً سنحقق كل الأحلام.